السلام عليكم متتبعينا الكرام، أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب دوت كوم. كل ما عليك هو الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد إن شاء الله. هذه أبرز العناوين: تقارير تكشف طبيعة إصابة ياسين بونو وإمكانية لحاقه بمباراة الكونغو. كشفت تقارير صحفية عن طبيعة إصابة الحارس المغربي ياسين بونو التي تعرض لها أمس الأحد في عملية الإحماء قبل مباراة فريقه إشبيلية أمام الريال سوسيداد ضمن الجولة 29 من لا ليغا. وأوضحت التقارير أن حارس إشبيلية عانى من انزعاش عضلي، لذلك قرر الطاقم الفني لإشبيلية عدم المغامرة بإشراكه كإجراء احترازي مخافة تفاقم الإصابة. وأكدت التقارير أن بونو سيخضع لفحوصات جديدة عند وصوله إلى المعسكر المنتخب المغربي، لكنه من المنتظر أن يكون جاهزا لمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم الجمعة القادم وكذا الثلاثاء 29 مارس الجاري لحساب الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال قطر 2022. شكرا على حسن المشاهدة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.